السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. من سلسلة صيانة ببساطة نزلت عدة حلقات، نجحت الحمد لله والشكر. فاليوم عندنا صيانة الكيس. صيانة ببساطة مهما كان معلوماتك عن الحاسبة، أكو شغلات بسيطة من ضمنها كيس جاني هذا اليوم، إنه تشتغل حاسبة ولكن الويندوز ما يشتغل، يعلق على الشاشة السوداء، والسبب ليس إنه الويندوز مضروب. فشنو السبب؟ تابعني حتى تعرف، ولا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات على متستفاد أول بأول بالفيديوهات اللي تنزل. فتابعني في البداية. أحتاج إنه أفتح قبل ما أشغلك إياه وأشوفك الحالة. فتحنا القبق الجانبي، نيم الكيس هسه، وخلي اشغلك اياها ونشوف شنو الحالة. تلاحظ عدم اشتغال اي شيء بالحاسبة، ما اشتغل، شاشة سوداء نهائية، ما نهضت نهائيا. فسبب مين؟ هسه اقول لك سبب مين. طفي الحاسبة. هسه ضبط، اذا نهائيا ما اشتغلت عندك الحاسبة، سبب 99% من الرام. هذا عندك هو الرام، فالرام نفتحه. سبب اذا فتحتها بايدي المجردة، راح ارجع اسده، راح ارجع اضبطه. هسه نشغل الكيس ونشوف. هاي الشاشة حتى نتابع. نفس الحالة. منظف خاص وفرشة، ويفضل ان يكون كحول. انتبه هنا لا تستخدم منظف الالكترونيات، منظف الالكترونيات مباشرة يعطل لك اياه. شغلها لا بطل كيبل ما شغل. خلي اشيك هسه، ابدل الرام بعد تنظيف ما اشتغل، فابدل الرام.
مثل ما لاحظتوا بدلت رام ثاني وثالث، بدلت رامات نفس الحالة، ولكن انتبه هنا في فيديو سابق في فيديو سابق شرحت انه اذا شلت الرامات كيس بدون رام وتشغله مفروض السبيكر طلع لك صوت انه يقول لك اكو نقص، ماكو رام قطعة، اكو نقص بالمذر بورد. فاذا ما يطلع صوت معناته عندك المذر بورد صار بيه مشكلة وعطل. لوحة الام هو العطل، فلازم تتبدل لوحة الام. فاذا ما كانت رام او وساخة، يعني اذا رام ما محروق ولا كان بيه وساخة بالرام او بالسلوت، فشيك السبيكر ناله. فهذا السبيكر اذا ما طلع صوت من تملص الرام نهائيا معناته عندك المذر بورد عاطل، فهذا كيس طلع بيه المذر بورد عاطل. وفي شيء ما بيده معنا في شيء، يبقى يوم صاحبي يريد يبدل المذر بورد سواء كان يسوى او ما يسوى الكيس مالته او لا. هذا اللي كان عندي، لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.